تضم مصر الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة من نوعها، وهي التي تضفي عليها طابع التميز والأصالة. لذلك فإن تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي وضمان تحقيق العدالة الثقافية هما ما يضمنان بقاء سمة التفرد والتسامح بين فئات المجتمع بلا تمييز. ويتضمن برنامج الحكومة الجديد على عدد من الإجراءات تساهم في تعزيز الوعي الثقافي.